اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده هنعمل ساندويتش ستيك بالركفور. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكون الساندويتش. مكونات الساندويتش بسيطه، هنستعمل قطعتين فيليه مشوي، مايونيز، جبنه ركفور، عين جمل مجروش، افوكادو وشويه ليمون. أول حاجة هنعملها ناخد شوية من الجبنة نهرسهم مع شوية عين جمل مجروش، شوية ليمون على الأفوكادو، نجيب الساندوتش نحط شوية مايونيز. بعد كده نحط الأفوكادو. نفرد الجبنة اللي خلطناها بالعين جمل المجروش، كده الساندوتش بتاعنا جاهز. ساندوتش فيليه بالافوكادو، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا. نطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. ورجعنا من الفاصل. النهارده هنعمل تمر بحشوه التشيز كيك. المكونات: تمر، جبنه كريميه مربعات، لبن كريمه، لبن مكثف محلى، وبودره كريمه خفق، وشويه بندق. نجيب الاول التمر لبن، لبن مكثف،
جبنه كريميه. بودرة كريمة خفق. كريمة. مكسرات. أو شوية بندق. نقفل ونخلط. كده العصير بتاعنا جاهز، تمر بحشوة التشيز كيك، ساندوتش وحاجة ساقعة. كل سنة وانتم طيبين.